السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نسيج طبيعي ولوحة فنية بجمالها تمنح الراحة لكل زائر حتى قبل دخول المركب الحموي. بلاصة شابة والكالم بزاف، تحسي روحك كي في دارك ولا اكثر كاع بيا. وش حتى نقول، حاجة مليحة فيها خطط يديرونا لي سواغي اون فامي، يخرجوا ولادك يلعبوا ما تخافيش عليهم، ما كاش حاجه زعما سيكوريتي بيان. كثير من العائلات هنا تاع المواطنين هذه وين يجوا باش يقضوا نهايه الاسبوع، يجيبوا الاولاد تاعهم ويجيبوا العائلات تاعهم ويقضوا يعني اوقات ممتعه وممتعه جدا، لانه المنطقه جميله، منطقه سياحيه بامتياز. فضاءات يتوفر عليها حمام رغا تجمع بين العلاج، المتعه والترفيه، خاصه ايام العطل يتوفر للزائر برامج ونشاطات متنوعة. القرية السياحية حمام رغا هي واحدة من وحدات المركب الحموي حمام رغا، تتكون من 98 بنغالو ذات جودة، فيها فضاءات ترفيهية للأطفال، فيها ملعبين لكرة القدم، فيها مطاعم على الهواء الطلق وكذلك مقاهي. مركب يكمل جمال وروعة المكان بنشاطات مختلفة يستقبل بها ضيوفه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة